السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تيجي تعمل ملخص لمباراة مان سيتي والإنتر النهاردة في دوري أبطال أوروبا أو في نهائي دوري أبطال أوروبا، فلازم تقول إن مان سيتي النهاردة أقل مبارياته، من أقل مباريات مان سيتي من فترة طويلة وهذا الموسم يمكن بالتحديد. مباراة سيئة جدا، ولكن رغم إن هي مباراة سيئة قدر إنه يحقق البطولة. ليه؟ لأنه كذا سنة وبقاله فترة طويلة مرشح إنه ياخد البطولة، عمال يحقق إنجازات في الدوري الإنجليزي، بيوصل للدور قبل النهائي، وصل للنهائي دوري أبطال أوروبا قبل كده، واتغلب من تشيلسي في مباراة غريبة كان هو الأفضل. لكن النهاردة رغم كل القيود وإن جارديولا مش مركز قوي والتركيز غايب عند اللعيبة وفي أخطاء داخل الملعب وكذا فرصة للإنتر إن هو يخلص المباراة، ولكن ما بيقدرش ان هو يخلصها، ما قدرش ان هو يستغل يعني اخطاء مان سيتي اللي كانت واضحة الدفاعية، كم كرة بتفوت بتقلش بشكل غريب جدا، ولكن ما قدرش ان هو يستغلها الانتر، فبيندم ان البطولة بتروح منه للفريق المرشح الاول للبطولة اللي هو مان سيتي. مان سيتي بقاله فترة طويلة بيكون المرشح الاول ورغم ذلك بيخسر. السنة اللي فاتت خسر وطلع من الدور قبل النهائي من ريال مدريد اللي كسب البطولة، يعني في سيناريو حلو، سيناريو حلو، وريال مدريد كان فايق. السنة دي مان سيتي فايق من أول البطولة، فايق في الدوري، فايق في كل مبارياته، يمكن كان متعثر شوية في بداية الدوري الإنجليزي، ولكن قدر إنه ياخد الدوري بفارق كبير جدا ويخلص ويبعد عن الأرسنال اللي كان متصدر الدوري في وقت طويل. وتيجي تتكلم النهارده تحس هي الكوره عايزه تخدمه خلاص، رغم ان النهارده مان سيتي ما قدمش الكوره اللي احنا معتادينها من مان سيتي لانه كسب وخد البطوله، هل يستحقها ولا ما يستحقهاش؟ يمكن اللي قبل كده بيدي الاحقيه لمان سيتي، لكن النهارده شفناه قليل، ولقينا النهائي يعني معلش نهائي دوري ابطال اوروبا ما حسنوش قوي. ليه؟ عشان فرق كتيلة زي ريال مدريد، الفرق اللي بنشجعها مثلا ليفربول، الفرق القوية جدا اللي ليها متعتها وليها شعبيتها في الشارع العربي والمصري مش موجودة. مان سيتي بقيمته انه افضل فريق في الدوري الانجليزي او افضل فريق في العالم في الفترة الحالية، ولكن جماهيريته في الشارع العربي والمصري قليلة جدا، قليلة. الانتر طبعا بعيد، شعبيته بعيدة جدا برضو، الدوري الايطالي نفسه وفرقه بعيدة بقالها فترة طويلة غايبة، يعني احنا مش زي شعبية ريال مدريد، مش زي شعبية برشلونة، مش زي شعبية ليفربول، ولكن عامة يعني تقدر تقول النهاردة تقول ألف مبروك بقى لجارديولا، افرح بقى، حقك بقى تكتب في التاريخ، عمال بقى تحارب ان انت تاخد دوري الأبطال وحققته بعد معاناة وفترة طويلة، يعني عمال اسمك يتردد وتترشح للبطولة ونهيت الفيلم كده وخدت الدوري الانجليزي وخدت بقى ايه دوري الابطال، وممكن بعد كده هتسيب مان سيتي وتقول انا حققت اللي انا عايزه وخلاص، تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده باختصار ملخص المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.